يسألون فيه: من جاء ليلقي المريطوف، ومن جاء ليحرق، ومن جاء ليضرب إدارة الجامعة بالصواريخ، هذا يعني أنه ينوي القتل، لأنه سيقتل. الحريق سيؤدي إلى قتلى، سيؤدي إلى تدمير منشآت. لابد من 1200 دول حضرتك، كان هناك هلع وفزع بين السيدات بالذات اليوم، فمن حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم دفاعا شرعيا. من جاءنا معتديا لن نعطي له وردة، وإنما سنلقنه درسا لن ينساه طيلة حياته. طيب سؤال الأخير دكتور سيد، هل ده أفضل أن قوات الأمن تبقى خارج أسوار الجامعة وتدخل إذا ما ارتكب طلبة الإخوان حوادث عنف، ولا من الأفضل أن تتواجد بشكل دائم، ولا من الأفضل أن يعود الحرس الجامعي؟ لأن لما كنت بتكلم مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قال لي يعني الحل الوسط اللي احنا عاملينه أنه قوات الأمن موجودة أمام الجامعة تتدخل على الفور إذا ما تم استدعائها، أو بدون حتى ما يتم إذا ما ارتكب طلبة الإخوان العنف، حتى لا نعيد الحرس الجامعي بما فيه من ملاحظات وملابسات، أو أنه مصطلح يعني ربما يعيد إلى الأذهان وضعا سيء السمعة. يعني أيهما أفضل؟ أنا حضرتك في ظل الوضع الحالي وظل ما نشهده من أحداث وعنف، أنا أعتقد أنه لو أن هناك تمركز على سور الجامعة من الخارج لقوات الأمن على البوابات الرئيسية للجامعة بأعداد كافية ويمكنوا من دخول الجامعة في فور حدوث أي حدث، أعتقد أن هذا أفضل في الآونة الحالية إلى حد كبير. هم حيزودوا التكاثف التكثيف الأمني أمام الجامعات، يعني في أعتقد بيان لمجلس الوزراء حيتضمن ده، وإنه حيتم تكثيف التواجد الأمني أمام الجامعات. بس حضرتك شايف إن الوضع ده يمكن أن يحمي الجامعات قوات الأمن؟ حاليًا طيب دكتور، أنا شايف إن ده يحمي الجامعات في الوقت الحالي، وأنا بقول أول بوابات جامعة المنصورة مفتوحة أمام قوات الأمن المحترمة لحفظ الأمن في داخل الجامعة، حفظ المنشآت التي تقدر بالمليارات، الحفاظ على أرواح أستاذ وائل. أنا عندي في جامعة المنصورة 107,000 طالب، منهم 106,500 ينتظمون في الدراسة والحمد لله، بغض النظر عن 400 أو 500 اللي عاملين مشاكل. عندي في جامعة المنصورة يا أستاذ وائل 28,000 موظف، عندي مصالح في الجامعة، أنا مسؤول عن حماية 200,000 نفس، 200,000 روح في اللحظة الواحدة في جامعة المنصورة، فلا يمكن بحكم المسؤولية أن أتردد لحظة واحدة في الدفاع عنهم بقوات الأمن أو بسر الإداري أو بسرعة قوات الأمن من الخارج، ولا مجال للإدعاء على الإطلاق بأن حرم الجامعة ومصون، وإنه من انتهك حرم الجامعة وحقوق حرم الجامعة هم الذين قاموا بالعنف اللي حضرتك شفته اليوم، وليس قوات الأمن، وليس في الداخل أو من الخارج، هم الذين اضطر هؤلاء، هم الذين يضطروننا إلى استدعاء الأمن، وسأستدعي الأمن، وأبواب جامعة المنصورة مفتوحة أمام قوات الداخلية المحترمة الشريفة التي تحمينا في كل لحظة. وأنا بالواقع حضرتك بشكرهم، أشكر قوات أمن الدقهلية شكر جزيل جدا جدا على تدخله في الوقت المناسب. أشكرهم يا أستاذ وائل، السيد مدير الأمن كان يقف على قدميه لساعات طويلة، السيد الحسين دار، السادة المساعدين، هؤلاء لهم منا كل تحية وتقدير. وانتهز الفرصة، وأنا يعني أوافي أسرة الشهيد سيادة العميد الذي سقط اليوم أمام جامعة القاهرة، هؤلاء جميعا يستحقون منا وقفة أفضل مع قوات الشرطة. شكرا جزيلا دكتور سيد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة، ألف شكر. طيب هتلاقوا في لهجة تانية طبعا عند المواطنين، تعالوا نشوف، أو قبل ما نشوف اللهجة التانية نشوف بس كمان الموظفين في جامعة المنصورة، لما الموظفين الإداريين يعني وهم يرفعون علم مصر، طلبة الإخوان احتجوا واعترضوا وحاولوا اقتحام المبنى الإداري. I'm